أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، نبدأها بالعناوين. هجوم صاروخي هو الأعنف على القاعدة التركية في الموصل. قتلى من ميليشيا أسد باستهداف حافلة مبيت لهم في بادية حمص. ضحايا مدنيون بقصف ميليشيا الحوثي سوقا شعبيا في شبوة وسط اليمن. وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء. استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك. أهلا بكم. البداية من العراق، حيث تعرضت القاعدة التركية شرق الموصل لهجوم صاروخي هو الأعنف، ورجحت مصادر وقوف الميليشيات الإيرانية خلف الهجوم. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور سمير صالحة، الكاتب والباحث السياسي من اسطنبول. أهلا بك دكتور سمير. إذا هجوم على قاعدة تركية في الموصل، توجه أصابع الاتهام للميليشيات الإيرانية، لماذا؟ هاي الجميع، أولا يعني حتى الآن لم أرى أنا إعلان رسمي تركي حول هذا الموضوع، لكن كما نعرف جميعا هي ليس الاعتداء الأول من نوعه ضد هذه القاعدة في بعشيقة. كان في أكثر من محاولة، ومسألة ربط استهداف هذه القاعدة بمطار أربيل باستهداف الجنود الأمريكان في المنطقة أيضا. أنا أظن نعم أنه هذه المسألة المستفيد الأول فيها هو إيران وميليشياتها، التي تحاول بين الحين والآخر للتذكير بنفوذها ووجودها في العراق وفي هذه المنطقة. أظن أنه هذه الميليشيات سبق وأثبتت أنها تتحرك بأوامر إيرانية في شمال العراق من خلال توجيه. ولكن دكتور سمير، يعني من المفترض أن تركيا وإيران تجمع بينهما بعض المصالح، تجمع بينهما أيضا بعض التحالفات، هل تفقد إيران السيطرة على ميليشياتها وتتصرف لوحدها في العراق، أم أنه محاولة للضغط على تركيا؟ لا، هو قرار إيراني برأيي قبل أن يكون قرار لهذه المجموعات. لا يمكن لهذه المجموعات برأيي أن تتحرك دون أوامر طهران في العراق، وهذا ما رأيناه في العام المنصرم تحديدا، عندما كانت توجه رسائل إلى القوات التركية ضد مجموعات حزب العمال في شمال العراق، وتعلن أنها ستتقدم باتجاه المنطقة للدفاع عن هذه المجموعات الإرهابية ومواجهة القوات التركية هناك. هذه الميليشيات مع الأسف تحاول أيضا أن تلعب دور القوات العراقية المركزية في بعض الأحيان بقرار إيراني، وهذه المسألة أيضا واضحة ولا تحتاج إلى نقاش. هذه المرة يبدو أن هذا التصعيد أيضا قد يتضمن، طبعا بين الاحتمالات وهذا رأي شخصي، التطورات المشهد في اليمن، هذه العمليات العسكرية الواسعة ضد مجموعات الحوثيين هناك بدعم سعودي واسع. يبدو أن هذه العمليات أغضبت إيران وميليشياتها وتريد أن توجه رسائل. لماذا؟ لأنه يجري الحديث الآن في الإعلام التركي عن تنسيق تركي سعودي في الملف اليمني وموضوع الحوثيين. لذلك أنا لا أستبعد أن يكون هذا التصعيد محاولة إيرانية عبر هذه العملية لتذكير إيران بأن هذا التنسيق التركي السعودي الجديد قد تتعرض أنقرة لارتداداته في شمال العراق. نعم، لذلك وضحت هذه الصورة. العملية الآن من الممكن ربطها أيضا بتطورات المشهد في اليمن برأيي. شكرا جزيلا لك دكتور سمير صالحة، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول.
قتل 5 عناصر من ميليشيا أسد وأصيب 20 آخرون باستهداف حافلة مبيت لهم في بادية حمص. ذكرت وكالة أنباء النظام سانا أن هجوما لتنظيم داعش استهدف الحافلة في منطقة حمية ببادية حمص أوقع قتلى وجرحى. يأتي ذلك في وقت يكثف فيه عناصر التنظيم من هجماتهم على مواقع ميليشيات أسد وإيران في البادية السورية. وينضم إلينا المحلل العسكري العقيد حاتم الراوي معنا عبر الهاتف من اسطنبول. أهلا بك سيادة العقيد. بالعودة إلى هجمات عناصر تنظيم داعش على ميليشيا أسد والميليشيات الإيرانية في بادية حمص، كيف تقرأ عودة هذه الهجمات؟ سلامي لك أختي الكريمة والسادة المشاهدين. الحقيقة أن هذه الهجمة بالذات يعني في منطقة حميمة التي تأتي غرب إلى الشمال عن المحطة الثالثة التيثري بحدود 30 إلى 35 كيلومتر. هذه المنطقة منطقة بادية ملشاء تماما، يعني لا يوجد فيها مخابئ، وأقرب منطقة يعني يستطيع أن يختبئ فيها الأفراد تبعد عنها أكثر من 150 كيلومتر إلى 200 كيلومتر. لذلك أنا أذهب وأؤكد ما نلاحظه في البادية السورية أن صراعا روسيا واضحا أصبح تماما، ولكل طرف منهما داعشه يخبئها ويحميها ويستطلع لصالحها ويرسلها تقوم بعملها. ولكن سيادة العقيد، يعني روسيا مؤخرا قامت باستخدام عتاد عسكري بادعاء بأنها ستقوم بمحاربة عناصر أو فلول عناصر تنظيم داعش في البادية بالتزامن مع هذه الهجمات. تماما، روسيا من جهة وإيران من جهة أخرى، كل طرف منهم يحاول أن يظهر نفسه أنه يحارب داعش ويدعون أن داعش موجودة في المنطقة. وأنا أؤكد لك وأنا ابن المنطقة ولي معارف فيها وأتواصل بشكل دائم مع البادية الشامية حسب ما نسميها نحن بلغتنا أبناء المنطقة الشرقية، لا يوجد فيها مكان للاختباء على الإطلاق. يعني لو أن هذه الحادثة كانت قريبة من جبال تدمر، جبل عمير، البلعاش، جبل الضاحك، نقول أنه توجد كهوف بسيطة، توجد يعني مرتفعات ومنخفضات، أما هنا فهي يعني تحتاج إلى رتل، انطلق من مكان محمي تماما وقام بهذه العملية. العملية ليست صغيرة، 11 آلية عسكرية وبحدود 20 عنصر، قتل منهم 5 وأسر الآخر. إذا كانت داعش هي التي تقوم بهذه العمليات، فأين داعش؟ أين تختبئ؟ أين تخفي هذه الآليات؟ ومن أين تنطلق؟ هذا لا وجود له. شكرا على قراءة هذا المشهد سيادة العقيد. نعم، شكرا جزيلا لك العقيد حاتم الراوي المحلل العسكري، كنت معنا من اسطنبول. جددت طائرات الاحتلال الروسي غاراتها على ريفي حما وأدلب. وذكر ناشطون أن الغارات طالت كلا من العنكاوي شمال حما ومحيط دير سنبل جنوب أدلب. يأتي ذلك بعد يوم من قصف محطة مياه العرشانة غرب أدلب وإخراجها عن الخدمة. وإلى اليمن، حيث قتل 4 مدنيين وأصيب 6 آخرون في قصف ميليشيا الحوثي سوقا شعبيا بمديرية عسيلان. جاء ذلك بعد تمكن الجيش اليمني من تحرير عسيلان ومناطق أخرى في شبوة، في وقت يستمر فيه التحالف العربي بتنفيذ ضربات على مواقع الميليشيا. في السودان، أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استقالته من منصبه، وذلك على خلفية الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. إنني قد قررت أن أرد إليكم أمانتكم وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء، مفسحا المجال لآخر من بنات أو أبناء هذا الوطن المعطاء لاستكمال قيادة وطننا العزيز. ولقد حاولت بقدر استطاعتي أن أجنب بلادنا خطر الانزلاق نحو الكارثة، والآن تمر بلادنا بمنعطف خطير قد يهدد بقائها كليا في ظل هذا الشتات داخل القوى السياسية والصراعات العدمية
بين كل مكونات الانتقال. أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أبلغه أن واشنطن وحلفائها سيردون بحزم ضد أي غزو روسي لأوكرانيا. وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية جين ساكي أن بايدن أكد أيضا لزيلينسكي خلال مكالمة هاتفية أن بلاده تدعم حل الأزمة الأوكرانية عن طريق جهود الدبلوماسية. وأخيرا إلى ماليزيا، حيث هرب الآلاف جراء الفيضانات التي غمرت منازلهم في 7 ولايات، فيما أعلنت الشرطة أن نحو 50 شخصا قضوا منذ منتصف كانون الأول حتى الآن. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. المزيد دائما على منصات التواصل الاجتماعي وأيضا على الموقع الإلكتروني orion-news.net. شكرا لطول المتابعة، بأمان الله. السماء لا جفاء لا فراق.